مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الرياضه. دور التشرين الكرويه والفرق المشاركه بها كان لابد ان الكل ان يعي ما هي اهداف هذه المشاركه في هذه الدوره، دورة التشرين، دورة الوفاء والولاء للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بمناسبة ذكرى انتخاب رئيس للجمهورية العربية السورية. نادي الساحل وبعد صراع كبير للوصول إلى الدرجة الممتازة وحصل عليها بالفعل عندما تأهل إلى الدرجة الممتازة للمشاركة في الموسم المقبل. الهدف من المشاركة في دورة التشرين الكروية لنادي الساحل وأيضا مجموعة من الأسئلة التي تحيط بعد طبعا صعوبات كبيرة بنادي الساحل اثر المشاركه في دوري الدرجه الاولى ومن ثم التاهل الى الدرجه الممتازه، اسئله كثيره بالنسبه لهذا الموضوع، وايضا طبعا الاتصال الذي سيجري مع المسؤول طبعا عن تنظيم دوري التشرين الكروي والسؤال حول مشاركه بعض الفرق. على كل حال اعتقد هي حلقه نشيطه، حلقه ستكون مثيره في حلقه اليوم، لكن بعد الفاصل. من جديد مشاهدي الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز لحلقة اليوم الأستاذ سامر ملحم رئيس نادي الساحل. أهلا وسهلا فيك أستاذ سامر. أهلا أستاذ، شكرا لاستضافتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يعني جاي من طرطوس مباشرة. الله يسلمك. وبأخبار كثير مفرحة لجمهور طرطوس اللي هنتحدث عنها بعد قليل. هلا بيقولوا والله نادي الساحل اجى على دورة التشرين الكروية لحتى الكل يشاهد التحضيرات اللي صارت بهذا الفريق. من وجهة نظر الأستاذ سامر، كيف ممكن إنه نحن نطمن جمهور طرطوس على التجهيز والتحضير للدوري السوري؟ نحن بالبداية بنتشرف بهيك بطولة إلى رمزية خاصة وإلى اسمها الكبير، نحن بنفتخر فيه، بالإضافة للأمور الفنية إنه تفيدنا الأمور الفنية فيها. التحضيرات بصراحة كان يعني سريعة وكثير، ما شوي كمان سريعة، يعني فجأة الدوري تثبت. نحن كنا متوقعين وكل الأندية كانت متوقعة، وحتى طلبت اتحاد كرة القدم بالمؤتمر الأندية إنه تتأجل، ما كان تثبت الدوري. كانت تحضيرات سريعة كثير، يعني حتى يعني هلا نحن يا دوب تلحق التياب، المدرب يمكن ما حفظ اسماء اللاعبين، يعني في امور كانت بسرعه استعجلنا بصراحه. بس هلا شو كان حجه الاتحاد الكره انه والله ما في تاجيل؟ هلا كان انه بالمؤتمر بصراحه الاستاذ صلاح انه بالمؤتمر ما فيها الطروحات، هذا مؤتمر في جدول اعمال بده بيطرحوه وبيتناقش. نعم. اي طروحات خارج هالجدول الاعمال تبعهم بعدين. رجع دعوا الرؤساء الانديه الممتازه وما مش الحال، يعني انه كلهم ما في نادي بتصور غير ما انه قدم اعتراض. صحيح. ومشان الرزنامة ما تخربت معهم وفي توقفات لهم، ما بعرف برنامج. نعم. معين. نعم. نحن نتمنى يكون في رزنامة. نعم. ثابتة. لانه كل سنة بنقول الدوري مثلا اذا بتحسبه بيكون 4-5 شهور 6 شهور، بيضل 10 شهور دائما هيك. المفروض نحن يعني يكون في رزنامة واضحة مثل الدوريات الثانية، يعني من اول الدوري لاخره يكون معروف انه هاللاعب خلص، ولو بعد 6 شهور 7 شهور يكون هيك. ومع انه انتم ما انتهيتوا بالموسم الكروي الا فتره قصيره، يعني انه ما صار كم يوم، يعني نحن بعد الدوري خلص دورينا، يعني يا دوب السماء ما لحقنا التعاقدات نشوف لاعب منيح. اللي اجى الدوري التشرين بهالوقت هذا بدنا نجرب لعيبه حتى. نعم. يعني عدم المؤاخذه بشغل يعني حدث بسيط، نحن هلا مثلا بدنا البسي، بدنا ارقام لكل واحد وقياس، والله السماء ما حددنا. ما خلصوا اللاعبين، حتى الشغل ما بعد ما يعني هلا بركي اجى استجد لاعب بعد دوري التشرين، اللباس بدنا نقول له اسا اعمل له لهذا، يعني مثلا في تفاصيل بسيطه خربطتنا سرعه الدوري. يعني شو اسا 10 ايام ببلش الدوري 25 شهر على اساس. مع هيك الحمد لله، يعني نحن رب العالمين وفقنا، النوايا صافيه، اشتغلنا بدك تقول بسرعه، لازم لولا في تأني اكثر كان افضل، بس الحمد لله الله وفقنا. والشيء شفناه بدوره التشرين لفريق الساحل الظهور الاول والثاني بعتقد كان ملبي للطموح، وفي تجانس بالفريق ما انا متوقع شخصيا ما توقعت هالتجانس. وكل شيء شاف فني او ذا خلفيه فنيه او مدرب او حدا بيفهم رياضه بيقول هذا الفريق يمكن له شيء 4-5 شهور مع بعضه. نحن كنا متمرنين 3 تمارين بس، الظهور اول واحد ثاني واحد ما بتصور حدا يفكر انه هذا له 3 ايام بس متدرب، كل لاعب من نادي. مع انه كان تقريبا يعني. كان في انتقادات بعد انتقاء الكادر الفني استاذ سامر، يعني من بعض اكيد شيء طبيعي بيكون في انتقاد، هي بتصير. يعني انه كان في انتقاد انه الكادر الفني انه اجى على نادي الساحل وبده شغل كثير، يعني انه هلا كان في امكانيه انه مثلا يكون في الكادر غير هالكادر مثلا؟
هلا من اي منطلق مثلا يعني شو هي النقد تبع انه النقد البناء هذا بده يكون بده نشوفه صحيح يعني شو هو الخلفيه انه صحيح. شو هي السبب انه مثلا ما بقى المدرب نحن بنتحمل المسؤوليه بالنهايه بالنهايه استاذ باي شيء معنا الكابتن عساف خليفي يعني اسم كبير واسم كبير ونحن يعني. في عندنا عقليه معينه عندنا هدف معين بدنا نوصل له شفنا مواتيه هل كادر الفني مواتي للشيء اللي نحن بدنا اياه في دراسه وهذا الجمهور انه قال انه كيف ليش تم الاختيار هذا الكادر الفني لانه في دراسه للتفاصيل ما بدنا نفوت فيها بس في نحن عندنا هدف وطرحناه من البدايه او حكيناه من البدايه انه نحن والحمد لله في مصداقيه نحن استضافه حضرتك انا لما جيت لهون وحكينا نحن ان شاء الله بدنا ننتهي الممتاز وكان في هجوم وكان في انه ليش المدرب وليش كذا بالنهايه الحمد لله وصلنا على الممتاز الحمد لله رب العالمين بالنهايه الاداره او اي عمل بالاداره بتتصرفوا المفروض تتحاسب بالنتائج بس نحن اسا هلا يا دوب يعني يا دوب في ناس عم تحكي لك يعني هذا المشهد انه تكرر مره ثانيه انه يوم اللي اجيت يعني انه كان تحضير للدرجه الاولى وبنرجع بنقول كمان نفس الجو نفس الشيء بدنا يعني. نتحاسب على النتائج وانا على ثقه نحن حطينا هدف بدنا نكون رقم صعب يعني ترتيب ان شاء الله من الرابع للثامن انه نزله ما بان لنا ابدا انه نهبط نرجع نهبط هذا هدفنا هل الكادر الفني شفنا مواتي لفكرتنا ضمن معايير معينه واحداث وتفاصيل معينه ما راح نفوت فيها وجبنا الكابتن عساف هلا في ممكن حدا بكل صراحه يعني هذا له خلفيه خاصه معه او في شيء شو بدي بها لا هذا كلام هذه رؤيه نادي يعني اي انسان يكون نادي. عدم المؤاخذه بكل شفافيه يكون عامل سبعه وزمته او شو ما كان يكون نحن بنحاسبه على ادائه اللي انا علاقتي فيه رياضيا بكرة القدم لا بهالكابتن عساف بعدين معروف يعني مشهود له يعني الكابتن عساف على مستوى جيد طبعا الدوري السعودي اسم كبير هلا في نقد نحن بنتقبل كل شيء نقد بناء بس في شيء ما له منطقي او شخصي اكيد نحن ما بنتقبل هالموضوع هذا هل هو عمليه النقد اللي اجت وحضرتك هلا عبرت بكل شفافيه انه صار الجماعه اللي عم بينقدوا تفضلوا يعني هاي الاستاذ سامر والكابتن عساف موجودين والنتائج بكره بتحكم طيب يا استاذ من اول يومين ثلاثه بين النتائج كفريق ما في حدا ما اشاد فيه حضرتك شو ما جاني صحيح, صحيح. جاني. انا كنت حاضر انت كنت علقت حضرتك على المباراه الاولى والثانيه كيف شفتوا لهالفريق مثلا فريق قوي فريق ممتاز وفريق ان شاء تاني الله مستقبل جيد ثاني لاعب استاذ مع احترام لفريق تشرين اسماء كقوه انا شفتها حاطين اقوى نعم كفريق اقوى خلال لعبتنا شفنا يعني احنا خلال بدنا نقيم فرق يعني نعم بس اسماء جاي فريق بتصور انا حاطين جاي تنافس على الدوري يعني هي اسماء اللي جايبه حاطين ما جاي ما يهبط جاي ياخذ الدوري عم يحضر بتصور انا لينافس على الدوري وهي كانت مباراتنا معه ند لند كانت قويه كانه بمثابه الدوري ممكن يكون في سؤال انه مثلا انه قلت اني مثلا انه حاطين اقوى من تشرين يا ريت تفسر هذا على مستوى اللاعبين ولا على حسب ظهور لا انا قلت حسب ظهور بالمباراتين حسب ظهور نحن رغم انه نحن خسرنا مع تشرين وتعادلنا مع حطين نعم. بس نحن شفنا حطين اقوى من تشرين هلا ممكن اللعبه الثانيه في اخطاء ثغرات اكتشفناها نعم تعادلنا باول لعبه ثاني لعبه اول لعبه خسرنا ثاني لعبه تعادلنا نعم. واول لعبه في خمس لعيبه ما ضمن الحسابات نزلناهم ثاني شوط يعني ما ضمن نعم. الحسابات عم نجرب يعني عم نجرب يعني اسا في يعني اسا في لعيبه نعم. ممكن ينفسخ كمان لناس ما اذا ما لبت اللي فيها بالعقد في شروط ممكن اذا مستواه ما تطور او ما شفناه ما راح تخدم يعني الفريق ممكن نفسخ حتى نعم. حتى بس نحن مخلصين تقريبا 80% 85% من التعاقدات نعم وهلا بنحكي اسا بالموضوع الجزائريين الجاي ان شاء الله هلا هو ما وصلت التعاقدات تحديدا يعني هلا انا عم شوف بالدوري يعني خلال متابعتي له انه مثلا في رؤساء انديه عم يوقعوا قبل ما يجي الكادر الفني كيف تم الامر بنادي الساحل هيك وهيك بالبدايه كان لاعب بدنا لانه الدوري مثل ما قلت لك استاذ الدوري كان مستعجل يعني 25 شهر في لاعبين بدك تلحقوا يعني كثير صار في ضغط حتى علينا بالفيسبوك وبالسوشيال ميديا وبالجمهور انه ليكو راح اللاعب راح اللاعب بدك تلحق فعلا يعني في لاعبين بدها تروح من بين دياتا نعم اسا لبين ما جبنا المدرب بس نحن ممكن لاعبين او ثلاثه جبنا من دون علم الكادر الفني بعدين نعم. بالاتفاق مع كادر فني ولجنه فنيه اجتمعنا واخترنا اللاعبين وانا شايف انا عريضه التعاقدات اللي عنده هلا في نقد انه بدنا تهديف هذه بكل الانديه بسوريا موجود انا بعتقد من التسعينات والبدايه والله على مستوى كل الكره السوريه من ايام صحيح. الكابتن عارف الاغا من ايام سالم بركي من ايام هالاسماء كجو المرحوم هيثم كجو نعم. ما عاد ظهر هدافين يعني هلا بسوريا كلها يمكن في ثلاث اربع اسماء هدافين صحيح انه بدنا هدف سوريا كلها ما فيها هدافين بركي هالجزائري الله بيكرمنا فيه شو بدنا نحكي عن اليوم عن اللاعب الجزائري اللي اجى اليوم الصبح اعتقد في لاعب هو هن اثنين هلا هو في اللاعب يونس بن ساسي يونس اليوم وصل الصبح. اليوم وصل ها اليوم وصل يعني لو قادم من نادي الصقور الليبي صح مباشره صح كيف تم التعاقد مع هذا شفنا سيفيات تبعه شفنا فيديوهات له
بصراحه فنيا كثير منيح يعني. وبالنسبه للسي في انه لعبان بالدوري الجزائري الممتاز هو، نعم، ولعبان بالدوري الممتاز الليبي كان منافس كمان. شفنا فنيات وفيديوهات عنه، مهاري الولد يعني، ان شاء الله نتوفق فيه ان شاء الله. بالنهايه دوري التشرين ما بعرف كان هلا هو ما راح يجرب بدوري التشرين، ممكن هلا هو يوصل الصبح ايوه ونام هلا حسب وضعه، كان تعبان ما انه نايم الليل. أيوة. اذا كان جاهز هلا بدنا نلعبه، بدنا نشوفه ضروري نستغله بهيك لعبه. كثير جيد، بدنا نستفاد نشوف اللعبه بركي. هلا هو كان حتى كان في استجار حول هذا الموضوع يعني، انه والله اداره نادي الساحل انه كانت وعد الجمهور بلاعب جزائري، ليكوا تفضلوا هي اللاعب الجزائري صار موجود وراح يشارك ان شاء الله. صحيح ان شاء الله اليوم 90% نشارك، 90% نشوف وضعه، لانه ما انا نايم الليل اذا مرتاح وصل الصبح يعني، اذا مرتاح يعني فطرنا وراح على الفندق يعني نام. ما بنعرف كيف بفي يعني، ما بدنا كمان يكون تعبان يكون هي حجه طويله لانه السفر كان طويل يعني طبعا من امبارح هو مسافر. واللاعب الثاني مثل ما حكينا هو لاعب منتخب الاولمبي، لاعب كمان جزائري جاي بس ممكن في خربطه بالجوازات. هلا في هو واحد ثاني، اثنيناتهم مناح هدافين، هدول يعني هدول مشان التهديف اللي جيد. عم يطالب فيه الناس هي مشان التهديف. الكابتن سامر السالم صار فيه شويه نقد لإله، نعم، هلا هو يشتغل كثير وجاب 10 فوال يعني، حتى انا شفته عشر فوال. ما ضروري انه واحد يهدف، ما ضروري كابتن انه يهدف هي بلا. طيب احيانا بيكون في صمت بهذا الموضوع نادي حاطين، دخل 4 مهاجمين حطوا جول ما هدف، صحيح، مع انه هني جايبين الكابتن سلطان انه مشان يهدف ما هدف. عم نحكي بصراحة حسب أكيد أكيد. طيب ليش نحن ما هدف نفس الشيء مثل أن لا ليش ما هدف حطين نحن ما هدفنا؟ مباراة مسكرة إلى حساباتها. لا أنا بقول لك إنه حتى نادي تشرين يعني أخذ بطولة الدوري وما كان عنده هداف يعني، يا دوب كان عنده هداف. عم نحكي أستاذ نرجع عنه سوريا كلها بكل صراحة يعني ما في هدافين، ما في يعني هداف الدوري السوري 12 هدف 13 هدف ايام الكابتن عارف، ايام بالتسعينات بتعرف انت استاذ 24 25 هدف 26 هدف هداف الثاني كان هيك، الهداف الثاني على الدوري كان هيك يكون اهداف. نعم. حاليا نحن عم نمر فتره ما في هدافين بالدوري السوري، بينعدوا على الصابع واهديتهم الفرق الكبيره. وهلا اذا بدك نحكي بهالموضوع هذا تمام كيف الدوري صاير حتى يعني مثل ما قلت يعني انه في كم لاعب فقط يعني كمهاجم يعني كتلتهم مباشره اعطيتهم الانديه. هلا نحن استاذ اندي نحن بدنا مركز وسط، مركز وسط شو هي مستوى اللاعبين، شو هي نوعيه اللاعبين بدك تجيبه لانت تضل بالوسط، على الاساس اشتغلنا. طيب نحن بنكب مصاري كثير ونجيب صف اول ونحن ما عندنا الخبره ناخذ الدوري ونضل يعني هي نحن هدفنا نضل بالوسط، لذلك اخترنا لاعبين كفريق كامل كمجموعه، ما انه كاسم كمجموعه، انه نحن نحصل على هدفنا اللي نحن بدنا اياه، ما لانه ننافس على الدوري. ننافس على الدوري بدك تجيب بدك مليارات ونحن ما قدها. هلا اخذتوا لاعبين من انديه اخرى استاذ سامر؟ اخذتوا لاعبين مثلا من نادي التشرين، من نادي طبعا كل الانديه من كل اللاعبين من انديه اخرى. ما في هلا عم بيجيني على المشاركه عم بيقول انه شو رايك شو تقييمك للاعب هلا في ديانا طويل، ديانا طويل بتقول شو تقييمك للاعب الليث ناصر؟ كان معنا بالسنة الماضية، نعم، نحن حكينا على الكابتن ليث وغيره الدرجة الأولى للمرة العاشرة يمكن الدرجة نعم. الأولى غير الممتاز. مع احترامنا للكابتن عبد السلام رحمون، لاعب هو امبارح أول لعبة وثاني لعبة أساسي من الأول لعبة لآخرة، ما توفق، عم نقول ما توفق بس ما بين، هو كان الفارق تبعنا بالدرجة الأولى، كان لاعبنا اللي يعمل الفارق بالدرجة الأولى كان عبد ما حسن العوية، اللي كان يعمل الفارق هو الأهداف الحاسمة، نعم، يشيل الفريق بأوقات كثير كانت حاسمة الكابتن عبد السلام. أنا باللعبتين ما شفته، مع احترامي لإله، بجوز ما موفق، بجوز ما إنه جاهز طبيعي، هسا ما دربنا مرتين. هي أحسن واحد كان بالدرجة الأولى. طيب الثانيين، نحن هلا بنرجع لكلامنا، الدرجة الأولى غير نوعيات اللاعبين الممتازين. وقال كنا جبنا غيره، ما بس الكابتن ليث، في كثير، في كان لحام، في اسماء كثير ما جبنا اللي كانوا معنا بالدرجه الاولى ما طلعوا على اخترنا هلا لحديت هلا، وممكن الباب مفتوح، ممكن عم نجرب نحن هلا استاذ هسه ما خلص يعني، ممكن نحن نجيب من الفريقنا اللي السابق، ممكن هسه نتعاقد مع حدا. على كل حال ايضا الكابتن وائل حسن طبعا هو لاعب نادي جبلي، حارس نادي جبلي السابق، بيقول بوجه لك سؤال استاذ سامر، بيقول لك انه سبب الاستغناء عن اللاعب محمد عجيل مع انه كان له حضور بناء نادي الساحل في السعودي الى الممتازه. نفس جاوبت انا يعني مثل ليث نفس يعني. نعم. وبعدين انا هي بالنهايه اختيار مدرب، انا ما بتدخل باختيار اداره، ما بتتدخل، نحن بنعطيه سي في عنه بالكلام، شو طبيعي انه في مدرب يعني هو اللاعب محمد العجيل بالذات كثير مطروح انه يرجع. نعم. بس بكل شفافيه بصراحه
في سبب لهالموضوع هذا، هو السبب الرئيسي بانه لهالتحديث هلا ما اجى، ولكن نحن موقعين له خالص الموضوع. يعني في هلا اولا في راي مدرب، في راي مدرب وفي مسائل اخرى متعلقه ب في شغلات يعني عم تمنعنا. كل حال يعني عم تمنعنا طبعا، بتصور هو يعرف والعالم عرفت هلا شو السبب يعني. تمام، يعني انه حتى في كثير ناس ما كل العالم عرفت شو السبب يعني معروف. حتى بيقولوا لك هون مثلا انه الكابتن وائل بيقول لك انه الكابتن عساف غني عن التعريف له، تاريخه الرياضي كلاعب وجهاز تدريبي له كل الاحترام. يعني في ناس كثير يعني نحترم كل الاراء، كل الاراء بنحترمها نحن، وحقه يحكي اي حدا. هذا نقد بناء، نحن بالعكس في نقد ضدنا مثلا او ما نعجبه شيء بنستفاد راي عن بالنا، بيعونا على شيء بنمشي عليه. هلا غير الجزائريين اللي حكيت عنهم استاذ سامر، يعني في ايضا حركه تعاقدات قبل بدايه الدوري يعني بهاليومين ثلاثه خارج يعني مثل خارج سوريا. اي من خارج سوريا. هلا نحن في لاعبين جزائريين، هذا اللي على اساس لاعب المنتخب الاولمبي انه خلص، بس في عنده مشكله بالجواز تاخر، ولا كان اجى مع يونس. نعم. في لاعب ثاني جزائري وفي لاعب جنوب افريقي 100% واحد منهم بده يجي ان شاء الله. حلو 100% واحد منهم بده يجي، يا جنوب افريقي والاقرب هو جزائري. واحد من الجزائريين اللي اسا هن في اسا اثنين جزائري اللي بالمنتخب الاولمبي، وفي جزائري مهاجم اثنين، واحد منهم او جنوب افريقي يعني من هالثلاثة واحد منهم اكيد رح يجي ان شاء الله. هلا بيقول لك مثلا اللي عم يتابعنا وبيشوفنا بيقول لنا طيب حتى لاعبين على مستوى الدوري السوري على مستوى جيد، يعني ليش إدارة نادي الساحل ما قدرت أنه تجيب ولا أكيد هني بيعرفوا أنه سباق نحو انطلاقة الدوري كان سباق كثير، بس بتوقع كان الأمر المالي حاضر بهذا الموضوع. في أمور مالية، في أمور مالية وفي لاعبين ما لحقناهم بصراحة. الفرق الكبيرة مثلا أنه فورا في ناس تعطينا بكل صراحة بيقول لك أنه نحن أنا بدي فريق بدي ينافس على الدوري. نعم. شو بدكم انتم؟ نحن بدنا ما نهبط، نحن بدنا بالوسط، نحن بدنا فرق ان شاء الله يكون حصان اسود، هيك بدنا، هيك نحكي مع اللاعب بكل صراحه. انا بدي فريق ينافس على الدوري، شو بدك تقول له هذا؟ مثلا يكون هذا مفاوضات، هي اسمها مفاوضات وما مش الحال. حقه. وفي شيء مادي، ارقام كبيره، ارقام فلكيه. هلا الدوري رح والله ينعكس على الدوري. سؤالي رح ينعكس على كرئيس نادي، انت مقتنع بالارقام اللي عم ينطلب من اللاعب ولا بشكل حسب مستوى؟ ولا بشكل من الاشكال. لازم يكون في ضوابط لهالموضوع هذا. اتحاد كره القدم عمل ضوابط انه في السقف 60، بس ما عم يمشي الحال. لازم يكون في اليه ثانيه تجبر الانديه او تجبر اللاعب او والنادي انه يكون في سقف، لانه هيك حسب الوضع الحالي والوضع المالي بالبلد. يعني في انديه صعبه، يعني هلا بده يتحول ما انه منافس الدوري ما راح يتطور، لانه ما في منافسه، في طوابق واضحه. عندك صف اول، طابق اول، طابق ثاني، طابق ثالث. من هلا انا بقول لك حسب كل واحد وكل نادي وشو مصرياته، شو امكانياته. تمام، يعني حسب امكانيات نادي الساحل. اعطيني هلا مال ومصاري ومليارات استاذ، هلا هو امكانيات الدوري نجيب اللاعبين، معناها امكانيات النادي. بس نادي الساحل عفوا استاذ، نادي الساحل بالذات نادي بكل صراحه يعني ما اثبت وجوده بالدرجه الممتازه بشكل واضح. ما فينا نقول انه مكانه الطبيعي، ان شاء الله اذا ضلينا بقوه السنه والسنه الجايه خلص صار مكانه الطبيعي الممتاز. بده ينقال هالكلمه على طول باذن الله، هذا هدفنا. بيجي لاعب مثلا بيقول لك انه مثل اذا بده يلعب مثلا رونالدو كان بريال بده يروح على السعوديه، اكيد بده يندفع ثلاث اضعاف مشان يرضى. يعني هيك عم يصير معنا بالساحل. نعم. كابتن مثلا اسم ما راح نذكر، اسم كبير بالبلد صف اول، بيجي على نادي الساحل بيكون بده ليره بنادي منافس، عندنا بده اربعه. عرفت كيف هالموضوع استاذ؟ تمام. بصير اكثر نحن، ليش؟ لانه فريق متواضع، يعني من هو الفريق اللي بده ينافس؟ ما هدفه ولا حتى امكانيات نادي الساحل هذا الموجود فيها يعني. يعني من الاخير الى ثمن، اذا فريق صف اول لاعب صف اول بده يجي على فريق عادي الى ثمنه اللي هي بيدفع مصاري، بده مصاري اكثر. الى هالثمن هذا. يعني في صعوبات حتى كان انه يعني الجمهور لازم ينحط، لازم ينحط انه نحن ما فينا نجيب مثلا كذا كذا، نعرف الاسماء الكبيره ما فينا نجيبها، لانه هو بيكون بده ضرب ثلاثه عندنا بالذات. نفس الاليه طبعا. رونالدو نفس آلية السعوديه، هلا عم يجيبوا احسن لاعبين، ليش راحوا من اوروبا من احسن انديه باوروبا على السعوديه؟ شو السبب؟ الثمن انه مال اكثر، ونحن طبعا. نفس الشيء نادي الساحل بده المال اكثر رح بيجوا لعنا. ايه هيك عبء. طيب ما في داعي. طيب ما في داعي. سامر احنا هدفنا محددين. وشو طيب وين ابناء النادي؟ وين شباب النادي اللي عم يطالب فيه الجمهور؟ وخاصه بكره مو مطالبه الجمهور، مطالبه الحاله الاقتصاديه، يعني ممكن ما يندفع بالموسم. هذا موضوع استاذ مهم كثير، و يعني بده فتره من الكلام الحكي يتوضح. هلا في فكره الاولمبي هي رح تفيد نادي الساحل اكثر نادي بسوريا. جاي
في هلا دوري للاولمبي، في كثير ناس بجوز ما بتعرف، في دوري للاولمبي نعم. راح يبلش، يعني الانديه الممتازه نفسها راح يكون في عندها فرق دوري 2000 اولمبي 2001 2002 2003 2004. هلا عم نشوف لقطات من مباراه تشرين والساحل، عم نشوف الهدف ميلاد حمد القادم فريق الجيش وابن نادي الكرامي، عم نشوفه كمان، يعني شوف هو ابن نادي الكرامي من طرطوس ومن طرطوس هاي معلومه جديده كمان، يعني انه من طرطوس يعني وشوف يعني انه حتى عمليه التجانس ممكن صارت جيده. يعني بدي ارجع للحديث استاذ، نحن نادي الساحل ما عندنا هالاولاد النادي، ما عندنا هالاسماء، انت بتعرفهم اسمين او ثلاث اسماء او اربع اسماء ما فيك تعتمد عليهم. نحن عم في عندنا فريق مثال مثلا 2003 2004 هذا اللي تاهل على الممتازي، يعني احنا عندنا فريق كان شباب لما كانوا 2003 2004 كانوا هن فريق شباب تاهلوا على الممتازي هالفريق. هلا مين في؟ في ياسين عباس وفي ثلاث اربع اسماء ما معتمد عليهم. ياسين لاعب منتخب اولمبي كمان. ياسين عباس هو الوحيد اللي من هال 2003 ضل، الباقي في ثلاثه اربعه ضلوا احتياط يعني صف ثاني بالسكور، يعني بالسكور الرجال بدنا نعتمد عليهم، الباقي وين راحوا؟ نعم. هلا الاولمبي استاذ بيضبهم بيحطهم تحت باطنا بالاولمبي، يعني صار عندك فريق انت تلعبه سنه وسنتين وثلاثه، هي في مواليد كل سنه عم تختفي. في كل سنه عم يختفي مواليد هي. هلا هدول الاولمبي بدل ما يروحوا مثلا هذا 2003 عم احكي لك عنه استاذ راحوا ما ولا واحد فيهم غير ثلاثه اربعه، ليش راحوا؟ لانه ما بيصير لهم بالرجال، مطالب جمهور طرطوس، مطالب نادي الساحل، جماهير نادي الساحل، انه بدك تطلع الممتاز، بدك تعاقد، بدك تجيب لعيبه، هن ما لهم بيروحوا على بيوتهم. هلا الاولمبي بيضلوا معك سنه سنتين ثلاثه بيلعبوا بالدوري الاولمبي بيكتسبوا خبره ودوري ممتاز، بيكتسبوا سنه سنتين ثلاثه بتعتمد عليهم. والله انا برايي خطوه فكره ممتازه يعني. ممتازه ممتاز من اتحاد يعني. تحسب يعني لاتحاد كره القدم بصراحه بخصوص نادينا على الاقل، انا هيك شايف. هدول سنتين ثلاثه بيصير عماد الفريق مثلا بدال هلا الانديه الفقيره لاعبين يعني عليه لاعبين ثلاثه، هلا بكره بيصيروا اذا هدول ضبيتهم ضمن الاولمبي ثلاث اربع سنين لعبوا بالاولمبي بعدين بيصيروا 70% من اولاد النادي بالنادي، هون بخفف العبء المالي. نعم يعني هي بدها تكون لبعدين ما هلا، بس اولاد النادي حاليا ما في هالاسماء اللي فيك تعتمد عليها، في مطالب اكبر من هيك، انه انت بدك تاهل، مطالب بتستاهل طرطوس نادي بالدرجه الممتازه، ما فيك، بدك تجيب تعاقدات اجباري، اولاد النادي مخرج، ممكن نهبط كمان، لانه ما في عندنا مثل ما حكينا، عم بيجي واحد بيوصل على الرجال ما في محل بيروح على بيته. هلا الاولمبي اجت هلا بعدين اي لاعب بده يعني يبرز بالفريق الاولمبي مباشره راح يروح على الرجال. وممكن نادي ثاني يشوفه يعطيه يعني اعاره لانه هو رعايه عندنا وهي فرصه كبيره يعني طبعا. بعدين شغله ثانيه يعني انه هلا ممكن مثلا اللاعبين كثير انه يعني ملك اللي راح يلعب بالفريق الاول، يعني ما في مجال، يعني اللاعب الموهوب اللاعب اللي بيثبت قدرته هو الحاضر. استاذ فينا تناقض بهالموضوع، بدك نتائج وبدنا اللاعب نسقله، ما بيصير نتائج يا هيك يا هيك. الاولمبي اجى دواء هلا بينسقله ثلاث اربع سنين، وكل سنه بينظلم فئه كون مولد 2004 وينهم هذيك السنه راحوا، كانوا شباب ترفعوا على الرجال، جبنا تعاقدات ما لهم محل راحوا بيوتهم، هذا الحكي عم نحكي بينسقلوا بيستفيد اكيد كثير. انا مبسوط انا كثير انا مرتاح من هال جيد. عم نشوف لقطات من مباراه حطين والساحل واللي بالفعل كان اداء فريق الساحل اشاد فيه جمهور حطين، انا على مسمع مني يعني انه كنت بالملعب الحمد لله. عم بيقولوا انه كان بالفعل فريق الساحل فريق عم بيشتغل صح وان شاء الله طبعا ان شاء الله بنشوفه يعني بالدوري بشكل جيد. لاحظت شغلي حتى حكيها الكابتن عساف، المدربين بيتعبوا شهور ليحطوا روح بالفريق، انا نعم. شفت الروح من اول مباراه، يعني هي بينتعب عليها لتوصل عليها كروح بالفريق، عم يلعبوا بروح كانوا. هي الحمد لله رب العالمين الحمد لله. هلا بروح هذا ستها ممكن بالخشونه في اول والله مباراه. والله انا استغربنا كانت نديه كبيره، يعني كانه لعب مباراه دوري، كانوا مباراة دوري، كانت خشوني من الفريقين يعني كان هيك شفت انا. هلا اجى سؤال ايضا من محمد غانم بيقول لك شو وضع كوادر طرطوس التدريبي اللي تخليتوا عنهم؟ طبعا تخليتوا عنهم يعني محمد تفاحه مدرب الحراس مثال على ذلك. احنا ما تخلينا عنهم، حكينا قبل هالمره في اسا عندك الاولمبي عندك الشباب، اسا الكوادر ما تحددي، ما رح نستغنى عنهم، اكيد رح يكون لهم مكان بالكوادر للفئات العمريه ان كان اولمبي او شباب او ناشئين او اشبال او طبعا ما في استغناء عن هذا الموضوع. بالنهايه نحن بدنا مصلحه نادي، ما بنشتغل بعواطف يا استاذ، بالنهايه ما بنشتغل بعواطف. حلو حلو. يعني مثلا كان كادر محسوب علينا ابن طرطوس وهو ما بيتماشى مع النادي او ما مصلحه النادي يجي مثلا بنجيبه لانه عاطفي، ما بدنا نشتغل بعواطف، بنشتغل بعواطف ما بيمشي الحال اصلا. هذا اللي مخلى الكره بس السورية بس ما بيعني انه نحن الكابتن محمد او هيك عم نحكي عليهم لهدول بالذات، لا نحن اي حدا بنعرفه فني بطرطوس منيح ولو كان
يعني اقل بشوي من مستوى حدا من نحن، لا بنجيب ابن البلد يستفاد وينسقي. يعني عندنا اسا فئات عمريه وعندنا اولمبي وعندنا شباب، بدنا اكيد نستفاد. بعدين الكوادر المحترمين ويعني وشباب عم يبذلوا جهد، يعني هذا صحيح. هذا منطق قاسم اي جهد بيقدموه طبعا، لكن في اولويات وفي يعني مصلحه نادي، يعني مصلحه نادي، مصلحه الجمهور انه بكره يشوف مثلا فريق الساحل بالدوري السوري عم يقدم اداء جيد. صحيح صحيح، بالنهايه مصلحه الفريق هي مصلحه النادي، مصلحه الفريق هي اللي بدنا نبديها عن كل شيء. هو على كل حال يعني كثير يعني المشاركات بالحلقه عم تيجي بالشكل المطلوب، يعني اسئله لاي سؤال مفيد، وايضا ترحيب فيكم يعني، الله يعطيكم العافيه. هلا بدي اسال عن موضوع الدعم اللي اجى لنادي الساحل. هلا انا بعرف بالدرجه الاولى تكاتفتوا منيح وفي ناس قدمت دعم، اليوم في مرحله جديده استاذ سامر، كيف راح يتم هلا اول شيء الدعم بهي الطريقه؟ مشان التصحيح، بالدرجه الاولى في ايادي بيضاء دخلت، وفي ناس ما قصروا عقد وضعهم تكاتفوا شوي، بس نحن في ايادي بيضاء السنه الماضيه والسنه ما مأثر على الفريق باي شيء، ما مأثر على النادي باي شيء، ايادي بيضاء ما راح احكي غير هيك، يعني النادي ما بحاجه ماديا، ممتاز وضعه، هذا اطمئنان الحمد لله، وضع المادي مستقر جيد وممتاز، في ايادي بيضاء ما مأثره معنا ولا بشيء الحمد لله رب العالمين. على كل حال ايضا معي على الهاتف مباشره الكابتن وائل حاج عبيد، عضو اللجنه التنفيذيه في مدينه اللاذقيه. اهلا وسهلا فيك كابتن وائل. اهلا وسهلا فيك وبضيفك الكريم. اهلا وسهلا فيك كابتن وائل، اليوم عم نشوف دوره تشرين الكرويه بالنسخه 23، يعني في بعض المشاكل في بالمشاركه بالدوره، لكن بشكل عام يعني كيف شفت الفرق المنافسه؟ اول شيء بدي نحكي فنيا، يعني اول شيء استاذ هو هي الدوره تقريبا توقيتها غير مناسب، لانه اول شيء الفرق غير جاهزه كلها، يعني هلا شوف اكثر الانديه استاذ هلا ما خلصت تعاقدات مع اللاعبين. نعم. اي اول شغله، ثاني شغله مثلا في لاعبين هاللي مثلا عملوا تعاقدات معهم، مع الاسف الشديد نحن لاعبنا المحترف متى ما خلص الدوري خلص انتهى كل شيء عنده، لينطر العقد الجاي ليجي لحتى يبلش تمرينه، فما انه لاعبنا بيضل جاهز، لاعبنا لاعب مصاري بصراحه ماديا. صحيح. يعني هي ثاني شغله انه مأثر كثير مثلا عن مستوى اللاعبين، ما حدا منهم ظاهر بمستوى، بس انا بصراحه عجبني بالدورة هيك فريق الساحل متطور كتير، ما لأنه ضيفك معك طبعا بس شفته، وفريق حطين كتير كمان يعني عنده مجموعة لاعبين شباب كتير كتير كويسين. نعم. يعني تشرين ما هذا هو مستواه، جبلي بتعرف شارك بفريق شو اسمه الأولمبي. هلا على سيرة المشاركة لنادي جبلي كابتن وائل، يعني كيف بتقيم هذا الموضوع انه اعلنوا عن المشاركه ونزلوا الشباب، يعني انه كيف بتشوف الوضع هذا؟ يعني انا بتوقع هذا غلط، لانه اول شيء هذه هي فرصه انه الدوري باقي له مثلا 12 يوم او صحيح، يعني الدوري ب 25، يعني المفروض يكونوا جاهزين انهم يجربوا. هلا يعني هالمباريات اللي عم تنلعب مباريات وديه، لا مثلا فريق الساحل دوري درجه ممتازه، اذا بده يلعب معه فريق جبله ولا حطين ولا تشرين، يعني ما راح يقدر يلعب معهم خلال 12 يوم قبل الدوري ليعرف امكانيه فريقه. هلا هو كابتن وائل حتى موضوع الامكانيات، يعني انا بستغرب كثير مساله مهمه، يعني انه اللاعب ما راح من الدوري السوري، يعني لعب بنادي اخر واجى على نادي جبلي، وفي منهم نادي جبلي، يعني وين انه والله ما فيتنا محضرين ولا فيتنا بنلعب مباراه؟ والله هذا عن جد هذا غلط، انه لازم يكونوا اشتركوا باللعب بالفريق الاول نادي جبلي بصراحه. يعني تشترك بفريق اولمبي، لانه اول شيء لما عم يخسر هلا يوم خسر فريق مثلا جبله 3-0 مع فريق الهلال، ما بيقولوا فريق الاولمبي، فريق جبله، يعني عم تنعكس على مدينه تاريخيا فعلا نادي جبله، يعني انت عم تخسر مع فريق قاعد عمره سنه، ما راح يقولوا فريق اولمبي مثلا، فريق نادي جبله، لانه هي الدوره دورة لفريق الأول ما لفريق مثلا تشرك فريق ولي هو بالأساس يعني فريق شباب، يعني ما هو والله حتى التسمية يعني، وهلا بدهم يلعبوا المباراة يعني مع تشرين بالفريق الأولمبي كمان. نعم. هلا على مستوى التنظيمي كابتن وائل، يعني كيف شفت الدورة؟ والله الدورة تنظيميا ناجحة، يعني أحسن بصراحة أحسن من الدورة السنة الماضية.
كتنظيميا. نعم. من اي ناحيه؟ يعني شفتها من كل النواحي، من الافتتاح مثلا، من حتى المباريات مثلا، تنظيم الملعب بجوز يكون ناقص وهيك شغلات، بس يعني تنظيميا الدوره افضل من السنه الماضية. انا اللي لاحظته بالفعل يعني هلا في هدوء كبير بالتعامل، يعني ايضا حتى حضور الجمهور يعني كان كثير جيد، حضور الجمهور بالمباراتين. صحيح الحكي، هو فاكهة المباريات هو الجمهور. وكان في تسهيل حتى دخولهم بالملعب كابتن وائل. كان في تنظيم، هلا السنة الماضية كان في فوضى بصراحة، مثلا بالجمهور لما بده يدخل، يعني صار مثلا في مباراة جبلة وتشرين السنة الماضية صار راح يدخلوا جمهورين بمنطقة واحدة يلعبوا، يعني راح يصير مشاكل من وراء الشغل. هلا هالدورة كثير منظمة، يعني أفضل تنظيم من هذا، وهي هسه لازم تكون أفضل، بس يعني وحتى لازم يكون في فرق مشاركة، يعني مع احترامي للفرق المشاركة لازم يكون هسه في فرق مشاركة من الدرجة الممتازة أكثر، بس إن توقيت الدورة أستاذ يعني عن جد غير مناسب. هلا هو على عاتق مين هذا الموضوع إنه عدم المشاركة بأندية أخرى؟ يعني على الانديه، انه كلهم خايفين على لاعبينهم. ومع احترامي قلت لك في شغله، نحن لاعبنا ما انه لاعب محترف، يعني انه كنظام انه محترف، هو لاعبنا لاعب مصاري وبس، لانه لاعب المحترف لازم يكون خلال السنه كلها جاهز، حتى لو انه بين ما اجى عقد انتهى عقده مع مثلا اعتبر مع نادي الساحل، انتهى عقد اللاعب عنده ليجي بداية دوري مثلا يعمل عقد فرضا مع نادي جبلي مثلا. نعم. لازم هذا اللاعب يكون عم يتمرن لوحده، بس نحن لاعبنا بتعرف بيتمرن على أرجيلة وهذا القصص، ما نو جاهز لهذا، بس جاهز أول لهذا إشارتك على مقدم العقد وعلى العقد. يعني هلا هو صراحة هي الواقع، يعني مثل ما حكيت أنا من شوي، يعني إنه لاعبنا لاعب مال أصبح بهالوقت هذا. صحيح. هلا هو ليك، هو الزلمه كمان معه حق، يعني انه بده يروح بده يعيش الزلمه طبعا استاذ. طيب بس في شغله، هلا هو معه حق انه بده يعيش كمان، بس هلا انت لما عم تاخذ فرضا عم هلا مثلا رئيس نادي الساحل قديش مصارف ملايين الليرات على اي رئيس نادي، بس هذا اللاعب انت هذا ملكك هالسنه كلها. نعم. يعني لعبنا لحد الان هسه بتحسه لحد الان ما دخل شو انه هو لاعب محترف، هو كل شيء لعبنا من الاحتراف والالتزام، بيعرف انه مقدم عقده قديش وقديش. صحيح. عقده شو التزاماته مع النادي، سهر، كل شيء بيتعلق هذا لاعبنا ما بيعرفه، يعني هذا الشيء ما بيعرفه، حتى يعني مع الاسف في ادارات انديه ضعيفه ما بتعرف تتعامل معه. نحن اذا بدك والله هذا الاسئله اللي بدي اوجه له اياها للاستاذ سامر هلا بعد قليل. كابتن انت لاعب خبره، يعني مين لفت نظرك بدوره التشكيل الكرويه كلاعب؟ والله لفت نظري في لاعب هذا من حطين هيك شباب اسمه محمد بوغا. محمد بوغا نعم، هو اصيب بمباراته مع الساحل. نعم. يعني وفي هيك في كام لاعب من الساحل هيك ما حفظت اسمائهم بصراحه، بس كمان في كام لاعب من الساحل هيك كمان، يعني هذول كم مستوى شباب وانهم يعتنوا فيهم كمان بيستفاد منهم النادي بالمستقبل. كثير جيد، كثير جيد. انا بتشكرك جزيل الشكر الكابتن وائل حاج عبيد، عضو لجنه تنفيذيه بمدينه اللاذقيه. شكرا يا كابتن وائل على المداخله. شكرا لك ولبرنامجك استاذ. اهلا وسهلا فيك. شكرا. هلا نقطة كثير هامة ركز عليها الكابتن وائل، انه لاعبنا اولا لاعب مال، ثانيا ما عايش الاحتراف بشكل جيد. هلا كرئيس نادي حضرتك انت بتتابع شؤون اللاعبين؟ هلا هي مسؤولية الجهاز الفني ولو كان، يعني انت بتراقب هذا يعني موضوع كبير يا استاذ، هذا الموضوع لازم يكون في محاضرين دوليين. نعم. شو يعني معنى مثل ما حكي الكابتن انه شو هو الاحتراف؟ الاحتراف ما بس مصاري، انه انا اخذت عقدي انه هذا انا محترف عم اخذ مصاري. نعم. بده يكون حياته اليوميه، يعني انا بعرف في انديه بالخليج ومثل الوحده مثلا، انا بعرف عالم هنيك يعني مثل معسكر مغلق كل 24 24، ايمت بيناموا وشو بياكلوا بكل شيء، حتى بالنظافه الشخصيه باي شيء. اللاعب المحترف بده يكون مثل ما قال الكابتن من اول نهاره لاخر نهاره هو مسخر لكرة القدم. نعم. بدك محاضرين دوليين
نحن ما عندي الخبرة الفنية بهالموضوع هذا بكل صراحة، يعني أنا إداري بالنهاية، أنا رئيس نادي وإداري بالنهاية. في عنا محاضرين آسيويين، الكابتن فجر والكابتن مهند، ممكن هن يفيدونا بهالمواضيع هاي، يعطوا محاضرات لكوادرنا. نحن كوادرنا شو معنى الاحتراف مثلا بهالنقطة هاي، والكوادر هي بتكون شغلة بقى مع اللاعبين مباشر، ما إدارة أو نادي. هلا بتصدف شيء، نحن ممكن كإدارة نستخدم الكابتن فجر أو نستخدم كذا، إنه يعمل محاضرة وهيك، كل نادي يعمل هيك لحاله. طيب بتصدف شي مرة شفت لاعب يعني مثلا بالمقهى مثلا، يعني ما شاء الله شغله يعني الدخان والارجيني، يعني بصراحه بشوف بنشوف، وحتى على الفيسبوك كذا مره حطوها صور. شو تكون رده فعلها؟ لا بفريقي بتكون عنيفه، يعني بتكون اكيد ما مزبوطه ابدا، بتنخصم له بيتعاقب اذا كان هيك. انا ما شفت اسا حدا بفريقي عم يأرجل مثلا هو ضمن فريقي، بس بنكون خارج مثلا مثل ما حكي الكابتن انه خلص الدوري، بشوف شو يدي معهم. انا حتى موضوع السهر، يعني لا نحن عم نحكي بالموسم الكروي، يعني بالموسم الكروي اكيد في عقوبه للاعب، ممنوع، في حدود، في حتى مدير الفريق بيتصل فيهم، ناموا شو كلتوا، هي نحن ماشيين فيها. بس الكابتن قصده انه خلص الموسم، كل واحد يلا خلص. لا لا اذا خلص الموسم ما حدا، هو هيك قصده الكابتن، قبل التوقيع يعني لازم انت لاعب محترف، حتى بعد ما خلص وقت فراغك، عندك شهرين مثلا ثلاثه ما عندك دوري، المفروض تمشي كانك انت بنادي، هيك قصده الكابتن. نعم. هون انا ما فيني ضوابط، لشو لا متعاقد معي ولا اذا بشوف عم يأرجل او عمل اي شيء، شو لي معه. هلا هو حتى الاحتراف عندنا يعني مثل بيقولوا ناقص جدا، طبعا يعني. كثير هذا من وقت ظهور العام 2000 حتى اليوم نحن ما عرفنا استاذ في شيء اهم من هيك بكثير من الموضوع هذا، في اهم بدك تطور كره القدم كاحتراف، او الاحتراف هو بيطور كره القدم، في شيء اهم لازم يتطور بعدين، البنيه التحتيه، يعني البنيه التحتيه ما لاعب، ما عندك عدم المؤاخذه، اعلام كمان ضعيف، يعني في امور كثير اهم بكثير من هالموضوع هذا، التحكيم مثلا. هل بتعتقد على موضوع بيطور كرة القدم؟ أنا عم تحكي على موضوع الإعلام الرياضي، بتعتقد إنه الإعلام الرياضي هو أقوى من المستوى الفني، ولا المستوى الفني أقوى من الإعلام الرياضي؟ مثل بعض. مثل بعض. أنا هيك شايف، مثل بعض. الدوري السوري بشكل عام ضعيف، يعني مقارنة ضعيف الدوري السوري، بسبب حلو يعني إعلاميا، بسبب بنية تحتية، بسبب أمور كتير، ضعيف بشكل عام. الأندية ما متقدم المستوى الجيد لحتى يكون إعلام رياضي. طيب إذا بدك تطور الأندية أستاذ، إذا بدك تطور فريق، نحكي فنيا، إذا بدك تطور فريق، إذا عندك نحن كمنا بالملعب البلدي مثلا عندنا، هلا اذا بدي احكي بهالموضوع كمان مأساة، نحن ما عم نتدرب، عم نطلع نص ساعه كل يوم، بدنا ندفع 500 الف لنتدرب تمرين بطرطوس. نعم. لانه الملعب البلدي غير صالح لكره القدم، وملعب الصالي صيانه، وبحق لنا نحن 6 ساعات بالاسبوع كله، يعني بس للمباريات هذيك، يعني هي. طيب كيف بدك تطور في مثلا ملاعب عم نتدرب فيها ترتان، او بتأذي اللاعب، الترتان بيأذي اللاعب، اللاعب بيتجنب يتدرب بالترتان لانه بتأذيه، هني بيعرفوا بينضربوا. عندك ملعب في جوار، في يعني كيف بدك تمشي طابي، كيف بدك ترجع، كيف بدك تبني هجمه، اذا من الاساس فنيا كيف بدك تشتغل فنيا اذا هيك الملعب، كيف بدك تعلمه اساس كره القدم، انه من الحارس تبني هجمه ترجع، ما في، بخاف ما تضرب حجره تطج هجمه، يعني ما بيتطور هيك. نحن كملعب مثلا بلدي، عدم اخذ جوره، المدرب ما ترجع، لازم يدور، ما في يعمل الشغله كلها بسبب انه حاكم الملعب. اي غلطه بالملعب، حجره عدم اخذ جوره، بدا هجمه اخذ اللاعب الثاني وسجل. طيب يعني ما فينا يعني هذا الموضوع، في امور كثير لتطور كره القدم، ما بس موضوع اللي حكينا فيه الاحتراف، في شيء قبله لازم يصير بعدين نحكي بموضوع الاحتراف. طيب شو دخل الاعلام الرياضي كمان؟ يعني في شغلات كثير، مثلا الصوره ما مبينه، مثلا صوره كصوره كنقل، يعني كنقل، انت عم تقول عن موضوع النقل مثلا، يعني النقل ما بعرف شو اسبابه، انا ما بعرف شو اسبابه الفنيه، شو اسبابه، شو اليه الموضوع. هلا في برامج رياضيه، وفي ملاحقه رياضيه مثل ما بيقولوا مثلا اعلاميا بشكل ممتاز، عندك السوشيال ميديا لحالها، بس احنا ما فينا بدنا نحكي هيك، بدنا نقارن مع الفرق الاخرى، مع الدول الاخرى، بدك تشوف مع الدول الاخرى، بدك تسوق للدوري، بدك تسوق الدوري، في امور متخصصه للتسويق، في طبعا في تسويق، في بدك تسوق الدوري، في سبونسرات، في امور كثير بتطور الدوري. هذا الكلام جيد، في امور كثير بتطور الدوري. نحن حكينا بالاحتراف وجينا على مواضيع ثانيه، يعني اذا بدك تطور الكره السوريه بشكل عام، وترفض المنتخبات بالتالي، ويتطور المنتخب بالتالي والدوري، في امور كثير. هو قصدك الاحتراف على كل المسائل، كل شيء طبعا، حتى موضوع الاعلام الرياضي، بس خطوه خطوه. اول شيء انا برايي الملاعب هي اول شيء، بعدين طيب بنفكر بامور. طيب يعني حتى اتحاد الكره عم يعمل مزايدات على موضوع، ممكن هلا صار فيه ملعب الحمدانيه، ملعب الصالة، بس ما حدا عم يجي. هلا في امور البلد، بجوز خاصه بالبلد، الى امور خاصه ما بعرف شو السبب، بس في اهم شيء هلا استاذ، انا قصدي ارضيه الملاعب اهم شيء بكل شيء، طبعا البنيه التحتيه، ارضيه الملاعب مشان تعلم، يعني تطور الدوري، في تحكيم، في امور كثير،
في امور كثير لتطور الكره السعوديه، اكيد اكيد حتى يعني التحكيم في جميع المجالات يعني في كثير يعني هلا نحن مثلا التحكيم قصدي شو انا فكرتي من هالموضوع هذا، بيجي اللاعب نيته مبينه يضيع وقت مشان يمضي اللعب، احيانا مباراه كامله بتضل ثلاث ارباع الساعه، الشوطين ثلاث ارباع الساعه، طيب حكم انذار صفرة خلص مبعي. يعني مثلا حتى كان في بهالموضوع هذا يرجع للقوانين، هذه بتصير يعني تطور اللعبي، تطور اللعبي لما واحد يروح يموت اللعبي مستوى الفني للعبي راح ينهبط راح يهبط، لذلك هذا بتكون الحكم لازم يكون حازم، والحكم ما عنده التعليمات بهالموضوع هذا مثلا، يعني عم احكي مثلا بهالشغله هي أكيد. ترويح الوقت هي بيخفض من مستوى المباراه، في مباريات ما بتلعب ليش بدي لها وقت لانه هو ما له مستعد، هلا ما في غير عندنا هالموضوع بطلت كل العالم بطلت هالعالم، ما في غير عندنا هالموضوع هذا، ما في غير عندنا انه إيه بيجي لاعب بيمثل انه يضيع وقت لحتى تمشي منا وجر، يعني انا ما عم احكي هلا ممكن الموضوع حتى الموضوع هذا ما انا موجود باوروبا بكل تحت ما بقى في الموضوع البدنيه، حتى موضوع اللياقه البدنيه ما راح يكون عنده اللاعب ايضا نظام غذائي معين لحتى يكون يقدر على هذا الموضوع، انه ما بقى بيضيع وقت على الاقل، لو كان عنده نظام غذائي معين هو بيتبع على المسائل بدك تجبره ما يضيع وقت بلياقته، لما من اول مره نيته انه يضيع وقت مشان يموت اللعبه الانذار بحال انذره للحكم، نعم. معناتها هي مسؤوليه الحكم انذره، ما بقى بعيده تتطور ما بقى يعملوا هالشغله هي، هلا نحن عم نشوفها مثلا باوروبا لانه تطور المستوى، طيب نحكي طوروا من خلال الاحتراف. انا برايي هلا بجوز تطوروا بهالشغله هي موضوع ثاني، بس انا برايي التحكيم كمان الجذور هو الاساس بهذا الموضوع، انزلوا واحد بده يمثل مبين بده يضيع مبين واضح للعالم كله انه هذا عم يضيع وقت عم موت اللعبه، انزلوا ما عاد بيعملها، معناتها ناطرين التعليمات الجديده يحولوا كثير انت احكي امور كثير، يعني مثل ما طلع الفار بكره بيطلع فار خاص بالتحكيم، يعني ممكن ممكن على كل حال ايضا في مداخله من السيد فادي اسماعيل ابو ابراهيم بيقول انه الساحل الفريق سيفاجئ الجميع الموسم القادم، ترتيبه سيكون بين الخامس والسابع، شو رايك بالكلام هذا؟ هذا هدفنا نحن، اعلنا من البدايه حكيت معي حضرتك تليفون، نعم نحن رح نكون رقم صعب وان شاء الله نكون حصان اسود بهالدوري ان شاء الله، والله لا يخجلنا، رح نكون رقم صعب، رح نكون رقم صعب، رح تفرح العالم عده كثير باذن الله، مثل ما وعدنا انه نحن نفرح وتاهلنا على الممتاز، بوعدهم هلا ان شاء الله والله لا يخجلنا رح نكون رقم صعب. هلا في انا لازم لازم يعني قول هذا التعليق من الكابتن طلال عجيل بيقول انه الاستاذ سامر استاذ سامر له معزه بقلبي كبير كثير، هو بيحبك كثير الزلمه يعني، والله انا بحبه اكثر يعني، اتمنى من كل قلبي التوفيق لنادي الساحل واللي عم بيعمله مع النادي فوق طاقته، وسلامي لكم. شو رايك تحيه للكابتن، انا شخصيا بتفائل بوجوده، مرتين كان هو مدرب حراس نادي الساحل وبالمرتين اللي كان فيها تاهلنا عن الممتاز، انا بتفائل بهالشخص نعم وبحبه كثير، بس نحن الكوادر واختياره ما بدنا نشغل العاطفي، يعني في اولويات، يعني في اولويات نشغل العاطفي ممكن تغلط ممكن ياثر على نتائج، ما فينا نشغل العاطفي بهيك مواضيع، يعني وفي كمان يعني راي مدرب كمان موجود يعني اكيد بالنهايه الاداره شو دخلها، هي راي مدرب نحن بنطرح بالنهايه القرار فني للمدرب للكادر الفني، والله يعني هذا كلام جيد يعني انه انت كنت فاعل فيه، بس يعني في اولويات اللي بالنسبه لها في اولويات هي حقيقه في مصلحه نادي، في مصلحه فريق نادي بالاول طبعا شيء. في مصلحه فريق، ما في عاطفي بهالموضوع هذا، ما في عاطفي، انا بالنهايه بجوز عاطفتي تاثر على الفريق بنتائجه. هلا سؤال يعني بالنسبه لمدينه طرطوس، يعني كيف ممكن يعني تفعلوا حتى مساله الدعم من كل ما يحيط ب من كل ما يتعلق بمدينة طرطوس من دوائر حكومية من اقتصاد حر تجار، يعني ساعد يعني عم يساعدوكم هيك مواضيع ولا شو؟ هلا نحن الموضوع المادي حكينا فيه، نحن إذا بيجي أنا قصدي على مسألة الدعم المدينة المعنوي نعم الدعم المعنوي حتى معنوي أو مالي، يعني بالنسبة لمدينة طرطوس المالي الحمد لله الوضع منيح تمام، نحن من المعنوي إذا بيجي مسؤول مثلا أو خلفية سياسية أو خلفية اقتصادية نعم بيحضر تمرين، نحن معنوياته للفريق إنه في حدا مسؤول عم ينتبه عليهم عم يطلع فيه عم يحضروا المباراة عم يحضروا التمرين، هذه بترتفع المعنويات بهالشيء، والالتفاف الإيجابي حوالى والصبر، الصبر إن كان من الجمهور من أي حدا على اللاعبين صبر، نحن فريق جديد الصبر عليه ويكونوا معه على الحلوة والمرة مشان نجيب نتائج، وبالنهاية الكل رح يفرح لأنه هذا نادينا نادي الكل ونادي طرطوس كل، إن كان ضد عملنا أو ما ضد عملنا للفوز رح أنا متأكد رح الكل يفرح، هذا هدفنا، بتمنى المحبة من الكل الالتفاف من الكل بدون استثناء، بالنهاية هذا الفرحة راح مثل راح تتوزع على الكل، يعني هلا من فترة يعني أنا شفت الأستاذ عماد حماد رئيس
تنفيذية طرطوس كان متشائم جدا. من أيمت من فترة من من مباراة الكأس الجمهوري بين تشرين والمسبح حوالي الشهر تقريبا يعني الزلمة كان كثير متشائم. كيف علاقتكم مع القيادة الرياضية؟ والله الأستاذ كثير يعني الأستاذ قد ما حكيت ما بدي أحكي أنا كذا مرة ذكرته متعاون بشكل كبير ومكسب كبير لرياضة الطرطوس. هو ممكن يكون متشائم بموضوع البنية التحتية إنه ما عم يتجاوبوا معه مثلا؟ كان متشائم يوم اللي قدم استقالة ورفضت. نعم. كان في أمور ثانية ما دخلوا بالنتائج الفرق أو هيك نتائجنا الفردية أكيد. من ناحية رياضة الطرطوس ممتازة. الألعاب الفردية عم ترفض المنتخبات يمكن أكثر شيء محافظة طرطوس حاليا. هذا كله شغلة تنفيذية. في مطالب معينة كان عم يطلبها وما عم تتنفذ. بتصور هاي اللي كان متشائم. وأهم الملعب الصناعي اللي ممكن تدربوا عليه مثلا. هلا نحن الملعب يعني ما ضل حدا ما حكي فيه. نحن بحاجة ملعب ترتان بطرطوس. الملعب البلدي يا جماعة يا ناس يا غير قابل لكرة القدم. ما في تدريب ما بده ينصاب يلتوي كاحل حدا. ما في تمرين. عم نروح عم نشق زين مثل ما قلت لك استاذ 500,000 فوق ما في يعني في مشكلة. طيب محافظ ليش ما بيعملوا له بس سؤال. كابتن هديك المرة محمد عيسى بالمؤتمر حكى انه بس شو السبب مثلا ما بينعمل ملعب ترتان. قد ما بتتصور يا استاذ رح يفيد المحافظة وكرة القدم بطرطوس. عندنا نحن براعي عندنا اشبال عندنا ناشئين عندنا شباب عندنا اولمبي عندنا رجال وعندك نادي الشرطة. طيب كيف بدنا ندرب بكره بالشتوي نهار قصير كيف بدنا ندرب شو بدنا نعمل. صحيح ما الملعب البلدي يعني. ما بيلعب فيه ما بيلعب فيه الفرق كلها بتعرفه. الملعب الترتان ضروري جدا بطرطوس ضروري جدا جدا الملعب البلدي ينعمل ترتان ضروري جدا. ما فينا عم نتدرب يا استاذ. جيد استاذ سامر من انت انت رئيس نادي من سنه تقريبا. هلا كل ما يتعلق بنادي الساحل حتى على مستوى كره السله او العاب اخرى كيف كانت نتائجهم؟ هلا كره السله بصراحه يعني ظلمناها كثير على حساب كره القدم لانه الواجهه هي كره القدم ومطالب الجمهور اكثر شيء بيطالب انه بده الفريق الاول هو الرجال انه يتاهل. نعم. على الممتاز. شو كان عندكم كره السله؟ انظلم يعني؟ كره السله على حسابه انظلموا. نعم. بكل صراحه ظلمناهم. الامكانيات الماديه كانت على القد واهتمينا ركزنا على الرجال. كره السله السنه في حكيت هذيك المره في دراسه هلا انه نحن ننافس على الدوري والكاس السنه. جيد. السنه الماضيه حافظنا على بقائنا بالممتاز بالاولى ما في ممتازه بالاولى بالسله والسنه مثل ما عم اقول لك يعني ان شاء الله بدنا نستخدم لاعبين على مستوى ممتاز. في دراسه بس دراسه لحديت هلا بنعلن عنها مجرد انه 100% تاكدنا منها. نعم. ننافس على الدوري والكاس ان شاء الله. جاي بقيت الالعاب الموجوده بالنادي ما في العاب ما في غير في ناشئات سله وفي سيدات سله في الالعاب الفرديه ما عندكم العاب فرديه عملنا عقود لالعاب قوى. نعم. لملاكمه ولا يعني العاب فرديه عده عملنا عقود لمدربين هلا وعم يشاركوا عم يجيبوا بطولات. الكابتن علي المصري بالكيكس بوكسينج اخذ بطوله جمهوريه بطوله عرب كمان في ميداليات وانحطت على الصفحه في نتائج فرديه لنادي الساحل منسوبه لنادي الساحل. وعم يشتغلوا بدون مقابل كابتن علي والكابتن فادي عم يشتغلوا بدون مقابل ومن جيبتهم عم يدفعوا ويروحوا يسافروا والله من جيبتهم ما في امكانيات بالنادي بكل صراحه بس باسم النادي. جيد. نحن ان شاء الله في كمان ممكن ندعمه ممكن من سنه لهلق يعني كابتن سامر انت راضي على عملك كرئاسه نادي؟ هلا بالنسبه لي انا بشوف النتائج رضيان عليها انا بدك الجمهور هو اللي بيقيم بالنهايه وبتصور انا في رضا من الجمهور ومني. هلا واحد بيطلب من ذاته يعني هلا مثلا نحن بالممتازه ضلينا بالشباب بقينا بالشباب بالممتازه ضلينا بالدرجه الاولى بالسيده تاهلنا على الممتاز هذا الاهم بقى. نعم. الممتاز بالرجال وابطال المحافظه بالفئات العمريه شو اسا يعني. عملنا استثمارات بالنادي 116 مليون وفي هلا استثمارات يعني جاي بوفيه ومقهى وممكن مسبح عم نشتغل عليها هلا كله دفاتر الشروط عم تتحضر مشان نعمل استثمارات بالملعب يشيل شوي من النادي يعني هي اداء الاداره بهالسنه هي يعني نادي الساحل كله عنده استثمارات بحوالي ما في اي استثمارات بس نحن هلا عملنا 116 مليون استثمار الملعبين سداسيين حاليا بس عم نشتغل على موضوع مسبح عم نشتغل على موضوع مطاعم محلات مقاهي كيف تشتغل عليها كيف التجاوب حول هذه المواضيع يعني من خلال الاداره المحليه او من خلال كثير المكتب التنفيذي ممتاز ومتساهل كثير بس لما هني بيشوفوا انه ما حدا عم يتحرك بهالموضوع ما هني بيجي بيعيطوا لك تعال نعمل لك بشوفوا اداره نشطه مهتمه بهالموضوع في تعاون يعني. كبير منه بصراحه بدها متابعه بدها متابعه لما شافوا متابعه سهلوا كثير الامور
خاصة بالاستثمار اللي حصل يعني 116 مليون هذا الملاعب السداسية. كان في كثير تجاوب بسرعة لأنه شافوا في نحن اهتمام بهالموضوع كثير، ساعدونا لما بيشوفوا إنه حدا ما عم يتم أكيد ما هني راح يعيطوا لك تعالوا نعمل لكم ملاعب سداسية وتعالوا نعمل لكم استثمارات. شافوا في نشاط، في جدية بالإدارة من هالموضوع الاستثمارات، في تعاون كبير وفي تسهيلات كبيرة. هلا بهالكلام هذا معناها يعني موسم موسمين بتوقع نادي الساحل بيكتفي ذاتيا بموضوع الاستثمارات؟ مستحيل يعني، ما بنعرف شو غير الاستثمارات، ما في مجال يعني غير الاستثمارات. ممكن 70% مثلا. 70% ممكن 70% حسب اللي نحن حسب الخطه اللي عاملينها، حسب الخطه اللي عاملينها، بس بدها وقت يعني، بدها زمن، ما بنعرف كانه بنضل كاداره يعني، ما بنعرف هذه بدها زمن. هو دائما عدم استقرار في موضوع الادارات هو بيغيب عنا الموضوع الاستراتيجي صراحة. من هيك بنحكي انه استقرار الادارات كثير مهم. نحن في مسبح، في ملاعب، في مطاعم، عم لك يعني اجباري بدهم سنتين ثلاثه. مجرد رحنا مثلا، اذا رحنا اجت اداره ثانيه مهتمه بالموضوع، لا تتجه هذا اللي عم بيصير يعني. هذا عم بيصير. على كل حال بدنا نفس طويل من الاداره. تمام، شو بتوعد جمهور طرطوس في قادم الايام خاصه في الدوري؟ الفرحه رح تتكرر كثير، فريقكم رح تشوفوه غير كل السنوات، فريق صعب، كل الفرقه رح تحسب حسابه، وباذن الله رابع خامس للثامن، ما تحت الثامن، رابع خامس بإذن الله. هذا هو هدفنا، نكون فريق قوي يحسب ألف حساب لإله، ورقم صعب وحصان أسود بالدوري السوري بإذن الله. بتمنى لكم التوفيق، وأنا بتشكرك جزيل الشكر الأستاذ سامر ملحم رئيس نادي الساحل. شرفت يا أستاذ سامر. الله يسلمك. الله يسلمك، شكرا لك، والتوفيق لكم. الله يسلمك، شكرا لاستضافتك. شكرا، أهلا وسهلا فيك. طبعا جمهورنا الكبير دائما نحن في صلب المواضيع، وخاصة كل البطولات التي تحصل. كلام في الرياضة لا ينتهي مع مرور الزمن إن شاء الله. أنا بتشكر كل زملائي في الكنترول. كلام في الرياضة لا ينتهي. إلى اللقاء.